تصريح رائع جدا 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 من إبراهيم دياز بعد لعبه أول مباراة مع المنتخب المغربي. فماذا قال دياز من تصريحات عظيمة فاجأ وأسعد من خلالها المغاربة وصدم الإعلام الأسباني يا سادة يا كرام. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا، الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. إبراهيم دياز بعد مباراة المغرب وأنجولا أكد على سعادته الكبيرة جدا باللعب أول مباراة مع المنتخب الذي يعشقه منذ الصغر ألا وهو المنتخب المغربي. ووعد إبراهيم دياز أن القادم سيكون أفضل للمنتخب المغربي وأن المستقبل القريب سيكون مليئا بالبطولات للمنتخب المغربي من أجل إسعاد جمهورنا الكبير الجمهور المغربي. إبراهيم دياز أيضا أكد على العلاقات الطيبة بين جميع لاعبي المنتخب المغربي نافيا الإشاعات التي كانت قد انتشرت بوجود خلافات بعد المباراة بينه وبين حكيم زياش. أيضا إبراهيم دياز أكد أن جدته وأسرته بالكامل كانوا حاضرين في مدرجات ملعب مباراة المغرب وأنجولا وهم سعداء جدا بقراره باختيار تمثيل المنتخب المغربي ورفض تمثيل المنتخب الأسباني. شكرا إبراهيم دياز، لقد قدمت مباراة عظيمة في أول مباراة لك بقميص أسود الأطلس، وما زال نحن جماهير المنتخب المغربي ننتظر منك المزيد والمزيد والمزيد.